اليوم غادي نديرو شويه التريد ديال الرفيسه. شوفوا انا عندي هنايا الفرينه فوالا، وعندي السميده ماشي السميده الفينو الفينو ها. دابا غادي نخلطهم بجوج، ومن الاحسن في التريد يكون شويه تاع الفرينه غالبه على الفينو. انا غادي نشوف كاين، غادي ندير شويه بزايد، غادي نديوها لواحد الصديقه ديالنا فوالا، وغادي نشوف الى كان غادي نزيد واحد شويه. انا غادي نزيد لايك، نزيد شويه الفرينه ديجا. هاد الفرينه اللي دايره بحال هذاك الفينو اللي كان بكري في المغرب، نزيد واحد شويه بحال هكا. ديجا شوفوا كي صفره، كتبان صفره الفرينه. هاد الفرينه بسم الله من شاف كي يقنع ومن كلا كي يشبع، يا ربي طرح البركه. هنا غادي ندير هاد العجنه وغنطيبها ونشوف الا ما كفاتنيش نزيد واحد شويه وندير الماء طبيعه الحال يكون غير دافي، ماشي حتى دافي ماشي، غير واحد شويه ما نديروش الماء سخون. غادي نوريكم الطريقه تاع التريد ديالي، بزاف تاع الناس كيعرفوا يديروا التريد، ماشي كما قلنا ماشي بزاف و سي فري بكري كانت الواحد يقول حاجه كنعرفها غير انا، مي درك الحمد لله اليوتيوب خلى الناس كاع كتوري لبعضها بعض، حنا غير بغينا كاستفاده هذه كاع تكون لينا عامه. كما قلت لكم تيجي الا كان يشرب عرفوا بلي راه مزيان. انا ما نديرش الملحه في الاول تاع العجينه، مرزقيش كل ساعه كتهرب ليا. حاول ما امكن ما نديرهاش جاريه، باش ما تعذبنيش في العجينه في الطياب ديالها.
حيت ما فيهش الملحه راه قاصح. اون فوا غادي ندير فيه الملحه غادي ما يبقاش حتى قاصح. بطبيعة الحال المسمن ولا تريد ما نقرصوهش بالزبدة ديجا وحدة وما نديرولوش الطحين. ملي نكونو غادي نديرو بيه الرفيسة شتو هي العجينة ديالنا بدات تطلق. هادي ما عندها لا ملح لا والو راه كانت قاصحه. دابا عندي الملح واحد شويه ديال الماء انا دابا غير نحاول ندخل هذيك الملحه في العجينه ديالي ونغطيها. حاولت ما يمكن ما نكتش الفيديو بحال هكذا. دابا غادي نغطيها بالبلاستيك خليها ترتاح لان ما فيها لا خماره لا والو. سيروا قضوا بشغالاتكم وكلش من غادي تجيو مع قاصحه. شوف راه قاصحه ها. دابا غادي نمشي نقضي حوايجي نجمع الدار ندير الغدا لوليداتي ونرجع لها. هكا باش ما يدخليش ليها الريح. فوالا نخليها على جنب حتى نسالي كاع حوايجي وتاني نجلس ابخي نجي غير شويه عاوتاني نعطيها شويه تاع الجهد. ايوا نتاكيوها وغادي نوريكم طريقه الطياب ديالها ونوريكم كيفاش غادي يطلع لينا هاد التريت تاع الرفيسه. ها هو المسمن ديالنا بعد ما خليته واحد ساعه هاد المكانه هنا شفتوا كيفاش
بيستاشيو مع هكذا. نقول لكم حاجه، هاي عندي هك هلا انا اللي كنخدم ديك الخدمه بحالي راني بوحدي. علاش قسمتها هكذا؟ يعني قسمت العجينه وندو على جوج، علاش؟ باش ندلك هذه هكذا واحد شويه، الاخرى تكون ترخات ليا. العجينه تكون ترخات فوالا، نمشيو معاها هكذا. كلها كت هادي الوقت اللي ندلك عاوتاني هادي هكا، الاخرى نخليها شويه تطلق واحد شويه بلا ما نغطيها بلا حتى شي حاجه، ندير لها لا بلاستيك لا والو. صافي نمشيو معها هكذا تمام، حتى ندلك مزيان. العجينه ديال المسمن نتاع الرفيسه ولا التريد خصو يكون مدلوك، شحال ما دلكناها شحال ما جينا زوينه. نقد الصورة الا ما قديتوش هكا تكبدوا العجينة، نقسموا العجينة على اربعة ولا الكاميرا درتها من المقلوب.
حاولوا نصغروا العجينة باش يجينا. يلا غادي نمشيو هكذا معاه، ما حدنا كنديروا له هكا هو كيخمر ولا كيخمر كيزيد تزيد لك ويعطي الطول. غادي نقول لكم بالغرام شحال فيها، استنى يمكن بعض الناس كيبغيو يخدموا بالغرام. نقول لكم العجينه شحال فيها بالغرام، استنى نجيب الميزان ونرجع معاكم. هاي المقلاة ديالنا كنديروها تحمى فوالا، وهاو نسمن. هذا راه غير العجنة الاولى، الزيت كما قلت لكم حاجه وحده. اللي نوصي اللي كتبغي دير المسمن ولا التريد ديال سواء ديال الرفيسه سواء ديال التريسوا، ما ديرش الزبده. نقولها لكم يعني من تجيو تسقيوه كيجي يقهم، ما ديرش الزبده غير بالزيت. فوالا راني دايره غير الزيت، وزدت واحد الكميه تاع العجينه راني زدت، راه ماشي غير هذاك. ها هي العجينه اللي زدتها، هي هادي هي فوالا. يعني ما نجي نوجد هذيك كلشي تكون هذه تلقات. يلاه تابعونا اخواتي المتتبعات ديالنا، غادي نمشيو هكا. شوف النار راها مهيله، النار تاع التريد ستكون مهيلة أوسي. وإلا ومن الأحسن تكون هاد المقلة تاع وجدة. أنا أختي اللي علمتني هاد الطريقة تاع هكا. حنا بكري ما كناش في وجده، ما كناش نديرو الرفيسه، كنا نديرو التريد. هاد الاولى من تكوني بوحدك الا ما كانش اللي يعاونك بلا ما تقرصيها بزاف. شوفوا انا خصني نحاول نبين لكم مزيان. غادي شتو رخامه كتبان، ها وما يتقطع ما والو، ها هي الرخامه كتبان. بسم الله من المقلة ديالي راه تبان. نزيد معكم واحد جوج،
هي غير الاولى اللي تجي شويه واعره، بخي واحد يتعود. تكون يدك عاد ما ولفتش السخونيه. يلا ودي نمشي مع ماركا كتن. يلا هيا نبدا نقطع نديرو لها هكا باش تبونا دوك الجناب ديالها. ضروري ما نديرو لها هاد الطريقة باش هادوك الطرف تاع المسمنة تاع التريد لينا غير زين. نمشيو مع راحكم بشويه بشويه. تعال راه شوفوا راه كيما قلت لكم راه الانسان غير واحد الحاجه يديرها يتعلم ليها. هنا الطريقه كتجي احسن من ديال المسمن. المسمن كيجي غير ها هو شتو شوف كيفاش كيجي. فوالا غنزيد ساعة ما نسالي غنوري ليكم كامل تيجي. يا سلام يعني هنا انا شفت بعض الناس كيديروه تيقطعوه ويردوه في الفران يتحمر. لا هكاك غادي بحال يلبس. نحاولو نلوحو والو باش ميلصقش لينا هاد الفتات فيه. شوف كيما قلت لكم هاد الاولى معليش كيف ما نحتوها ماشي مشكل. هاد الاولى نطفو النار هاي. لكن طحين زين وعطيتو الخاطر في الدليك راه ما كيعذبش. هاكا نقلو هاكا ونمشيو معاها هاكا شتو. وتابعوني هادي هاد الفيديو تاع المسمن غادي نلوحو تابعوني بطريقة عاوتاني كيفاش نطيب الرفيسة كيفاش نطيب الدجاج.
يلا نمشيو مع هكا. دابا حتى نصاوب مولين كي داك اللي جنتو حتى هو، ونمشي نقطع هذاك باش نخليها كينشف، لان انا ما تعجبنيش هذيك الاستيره كاستيره، هذيك الرفيسه اللي كيديروها في نهارها وياكلوها في نهارها. يعني كتعجبني هكذا نديرها ونخليها تنشف مزيان. هادي غنديرها نهار السبت، وتابعوني طريقه كيفاش كندير المرقه ديال الرفيسه. وهادي وهاد المسمن راه راني دايه لواحد هاد الرفيسه دايه لواحد الصديقه ديالي، دائما تقول لي اجي اجي عندي، واليوم عاد كتاب وراني دايره باش نمشي عندها، دايره انا واحد صديقه اخرى باش نمشيو عندها، ماشي نمشي عندها غير انا بوحدي. شوفوا نبركو معها شويه، مسكينه كانت فات بواحد المحنه الحمد لله، كان الزوج ديالها مريض وما مشيناش كاع دخلنا عندها. دابا حنا بغينا نمشيو لما لا نمشيو نشيو عندها واحد العشيه. شفتوا كيفاش كتجي؟ تيجي كيجي رائع. شوف وحده بوحده ها صباعي كيبانو. يلا نزيد معكم غير وحده، يلا ديو معانا. سمحوا لي على لي كومونتير راني ما نجاوبكمش، مي راني قلت لكم غادي نجاوبكم كاملين، حيت التليفون ديالي شويه كان غير، مي ان شاء الله اليوم في العشيه غادي نجاوبكم. شوف خاطر ميها تبقاي تجبديها واحد شويه تمشى معاك. ها شتو المسمن ملي كيقيسو شويه السخونيه كيزيد العجينه كتزيد الطرخه. يلا السلام عليكم مشاهدين تاع ماما، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنىكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفو واش غادي دير ماما. سلام ماما. سلام، كي دايره؟ صافا بخير، كي دايرين؟ السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ صافا بخير، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. السلام عليكم، هذا الفيديو جديد، فلوق جديد. اليوم جيناكم بواحد التريد ولا مسمن كما قلت لكم في المقادير، هذا مسمن تاع الرفيسه. شفتوا كيفاش كيجي؟ رائع، يعني يجي ناشف، ها ما فيه لا زيت لا حتى شي حاجه، يعني واخا نسقيوه يعني ما يقهم ما والو. هكا دابا كنقطعوه باش تجينا واحد الرفيسه يعني راقيه. فوالا شحال جاتي درت تاع الطحين؟ شحال درت تاع الطحين؟ درت كيلو تاع الفرينه، ودرت جوج غرافين تاع السميده تاع الغناء تاع السميده، يعني الفا الفينو فينو نقول الفينو باش كيفهمو صحاب البلاد واش هو الفينو. درتو ومن عجنتو فوالا، راه كاين في الماء. درت في الفيديو يعني صورت كيفاش خدمتو صافي، وبقيت نطيب. قولي كاع ما بين دلكتو وطيبت كاع هاد الكميه
على حساب واحد 3 سوايع، وراه هنا يقولي عندي واحد تكون هنايا واحد 7 كيلو ولا هي راه هنايا، يعني ما بين هذا وهذا راه شي 7 كيلو. سبعة كيلو غادي يعني ماشي، الا كان الواحد عارف كيفاش غير هو الطيب هو اللي شويه كيشد الوكس، ولكن راني وريتهم ديك الطريقه كتعرفي الساعه ماشي كيما المسمن تبقاي ترقي وتقلبي وتورقي وتعاود ثاني تطوي وتعاود ثاني تولي، هذا غير تورقي وتطيبي دغيا دغيا صافي. مشو معها هكا فوالا، وتابعونا في الفيديو القادم ديال كيفاش غادي نطيبوا الرفيسه، كيفاش غادي نطيبوا الدجاج يعني المرق نتاع الرفيسه. وهذا غادي ندير له هكا، علاش انا نديرو هكذا على تيسع باش ينشف، باش تنشف هذه الورقه ديالنا وما تبقاش يعني هكاك مدمه، ومنين نوليو باش نفوروها باش يعني باش تسخن يعني ولا بد خصنا نسخنوها، نديروها في الفر نفوروها ماشي نديروها يعني تبخر باش تكون ناشفه، يعني بحال بحال داك الشكل ديال الكسكسو يعني يكون يابس ماشي تكون. كاين بعض الناس يوليو يديروها في الفران، لا في الفران كتقرقش كتولي دايره يعني يابسه، واحد ما يقدرش بحال هادي هاد الماكله بحال ياكلوها الناس الكبار، الناس اللي كبار في اللاج سي فغي حتى الصغار دابا كيبغيوها، ولكن حنا بغينا زعما اللي يدير على هاد الطريقه باش تستقبل ياكلوها، وهي من تفور تجي رطبه وتجي زوينه وتجي غزاله. دابا غنخدموا لها المرق ديالها على حقو وطريقو صافي. شي شوفي كيفاش كتجي رقيقه بيان سور، طبيعة الحال تجي رقيقه. انا نبغي نوري لولادي التقاليد ديالنا هنا في فرنسا، يعني كيفاش تربيت انا وكيفاش كبرت وكيفاش كانت توري لي الوالده ديالي الحوايج، وكنت نسولها يعني نقولها كيفاش ديري الهادي وري لي هادي، كانت توري لي مسكينه الله يرحمها كيفاش ندير الدجاج نطيب الدجاج كيفاش نغسل الطريقه تاع الدجاج كانت توريها لي. شتي هكا دابا غادي نشوف ان شاء الله باش نديرو به نهار السبت، جينا واحد الرفيسه اللي جينا رائعه، تجي لا معجنه لا والو تجي مفرز وتخليه تبيتي باش يجي واعر. راه غادي نديروها نهار السبت ماشي غادي تجي مفرقه مفرزه ماشي يلا. وتري وهاد الطريقه تاع التريد تريد وراتها لي الاخت ديالي، الاخت ديالي كدير التريد رائع يعني ماشي طريق ماشي بحال الرفيسه بالحلبه والعشوب وكلشي، كدير التريد كدير داكشي تريد من داكشي. شي نهار غادي نقول لها تجي عندي لهنا وتشارك معكم التريد، نقول لها دير لي التريد ونوريه لكم في القناه. يلا تابعونا المشاهدين ديالنا يلا، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكما قلت لكم راني غادي نجاوب كلشي اللي هداو لي الكومونتير ديالهم. وتنشكركم بزاف ودعموني، الدعم ديالكم هو اللي محتاجه، المساعده ديالكم هي اللي محتاجاها بزاف بزاف، وما بغيش الريد الحمد لله يعني لقيت راحتي في هذا الشيء اللي كندير دروك، يعني خدامه في داري وما بغيتش يعني سي فغي انا كنت كنخدم برا ولكن فيها تعب كبير وليداتي صغار ومحتاجين ليا، زعما بغيت الدعم ديالكم بزاف بزاف باش ناخذ غير العمل ديالي غير في داري، ولا عاونتوني في هادي خوتي المشاهدين راه ربي اللي غادي يجازيكم ماشي انا، راه ربي هو اللي كيخلص كل واحد، هادي راه غير كومونتير ولا لي لايك ولا لي زابوني غادي ربي اللي يجازي كل واحد، يعني راكو ديروا داكشي يعني بواحد المعامله اللي حسنه، شحال من واحد غادي تنقدوه يعني الواحد يبقى يخدم في دارو مستور الحمد لله، يعني عمل شريف. نتمنى كنتو توقفوا معنا ولي لايك ولي كومونتير زوينين بحالكم.